بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بكم في فيديو جديد لمادة الكيمياء الصف الأول الثانوي. النهاردة هنوريكم حل اختبار تجربة على الباب الأول والتاني، شامل أسئلة مهمة جدا من أسئلة الوزارة الاسترشادية. بنوريك فيه طريقة الحلول بشيء من التفصيل، وطريقة التعامل مع الاختبارات الإلكترونية على نفس النمط اللي هيجيلك في امتحان الترم على التاب إن شاء الله. وزي ما انت عارف طبعا السنة دي الامتحان هيكون في المدرسة وعلى التاب، واختر. بنحاول ندربك على الأسئلة دي حسب تعليمات الوزارة كمدرسين أصليين معتمدين لمادة الكيمياء، وبننبهك إن أنت مفروض الأول عشان تختار الطريق الصحيح لازم تعمل خطواتك مظبوط وتراجع مرة واتنين. وطبعا مع كثرة التدريب على الأسئلة المتنوعة هتلاقي إن شاء الله الأسئلة دي في منها طبعا أسئلة هتلاقيه قدامك أو شبيه بيها في امتحان الترم. بص على طريقة الحل وحاول تحل الامتحان أكتر من مرة، احنا عاملين لك فرصة إن أنت تحل الاختبار أكتر من مرة بحيث إن أنت توصل للإجابة الصحيحة وتعرف أخطائك أول بأول. متابعني باستمرار على قناة كيمياء كده، مع خالص تحياتي أستاذ أشرف الهادي كبير معلمين الكيمياء بالقاهرة الجديدة، وشكرا.
تتابعني باستمرار على قناة كيمياء كده، مع خالص تحياتي أستاذ أشرف الهادي، كبير معلمين الكيمياء بالقاهرة الجديدة، وشكرا. تابعني باستمرار على قناة كيمياء كده، مع خالص تحياتي أستاذ أشرف الهادي، كبير معلمين الكيمياء بالقاهرة الجديدة، وشكرا.